اسمي محمد يحيى عبد الله البدري من محافظة تعز، عمري 27 سنة، أعمل في دراجة نارية لكسب قوت يومي، والحمد لله على كل حال. أكتب الشعر، شعر الغزل وشعر عن معاناتي، عن هذه الجميلة تعز، عن أمي الذي أنجبتني وترعرعت في أكنافها وتربيت فيها، وها أنا اليوم بفضل الله ثم بفضل هذه المدينة أكتب معاناتي عنها. في مرة من المرات خرجت في أحد المعابر التي محاصر لها الجماعة، فرأيت يعني امرأة كبيرة في السن معها كيس داخله بضاعة تطلب الله إيش على أولادها، فجأت شي تدخل فما رضوش، واللي كانوا هناك ماسكين يعني من جماعة الحوثي عادهم لم يبلغوا، عادوا يعني لم يطلع له لا لحية ولا شنب، فيقولوا لها ارجعي، وتقول لهم يا ابني الشيء ادخل اطلب الله. أجا واحد شل الكيس وري جنبه، المرأة بكيت وتألمت، كانت تقول اشهدوا على اشهد يا الله. أجا الثاني عمر البندق، شخط البندق، قال لا والله ما تدخل ايقات، ارجعي اجلسي هناك. سافرت والله ما رقدت، إن أنا جلست أتألم، خرجت للدكان جوري اشتريت قلم وشعدت كرتون وروحت أتخيل الموقف. فقلت في قصيدتي، في مستهل قصيدتي، قلت فيها: رأيتها بأم عيني تذرف الدموع، تقول هل من ناصر لا يقبل الخضوع، ألا ترى إني امرأة أعول من يجوع، اخلي سبيل بضاعتي لن أقبل الرجوع. قام الحقير بأخذ ما بيدها ورمى به، ردت تصيح وتستجير: رباه إني امرأة هتكوا بضاعة امرأة، هتكوا كرامة امرأة، رباه هل ماتوا الرجال الناصرين لامرأة. قامت تجمع ما رمي بيدها يا إخوتي، وهي تنادي الله يا الله أنت منصفي. قام الجبان برفع بندقه وقال: هيا اسكتي. قالت له: لو كنت رجلا بالغا لكنت مني تستحي، لو كنت يمنيا أصيل، لو كنت عربيا أصيل ما كنت ترمي بضاعتي، فأنا كأمك يا فلان لست عدوا تفتري، أنا لست خصمك يا بني، فأنا امرأة لكرامتي. وبكت وقالت: إنني امرأة. هذه هي معاناتي، تنتهك حرمة امرأة وتنتهك بضاعة امرأة. أين الإسلام؟ أين الرأفة؟ أين الإنسانية؟ ذهبت. وفي مرة من المرات عندما رأيت أصحابي يقتلوا، هذا يقتل مزوج وهذا يقتل مزوج وهذا يقتل مزوج، تعجبت، احترت، يعني قلت لا فين أروح؟ فلم أدري إلا عندما أخذت قلمي وكتبت، قلت: صبرا لمن رمى نساءك يا تعز، سيذوق ما ذقتيه فكوني صابرة، صبرا لمن شرد وقتل عزلا سيحين دوره لا تكوني حائرة، فالله مطلع وينظر ما جرى، يمهل ولا يهمل فعينه ناظرة، فإذا بطش جبار فلا تتألمي، فله مقاليد الأمور متواترة، فقدوا رجالك يا تعز لا تفزعي، أنت الصبورة في الشدائد شاكرة، لن تخضعي ما دمنا نسكن أرضك، لو أزهقت نفوسنا بقذائف غادرة، لن تخذلي لن تقهري لا يا تعز، فلك رجال ناصرة، لن تحرمي من حبنا لا يا تعز، وعدا نعاهده لك يا طاهرة. أمي تعز، حبيبتي تعز، التي تعاني من القصف ومن الانتهاكات ومن الحصار، هذه هي تعز. وسأقول لكم قصيدة أخرى قلت فيها: لن تنحني يا موطني، لن تنحني يا موطني ما دمت حيا باقيا، ستظل حبا خالدا، ستظل عشقا ساريا، في قلب كل يماني ستظل حرا واصيا، فثراؤك شذرا أصيل بكل واد
باهية وسماؤك فخر لنا عند الشروق، باهية وسماؤك فخر لنا عند الشروق باهية، وهجيرك طيب لنا قبل الغيار مباهية. أنا لا أخسك أبدا، أنا الفقير الوافية، لن نفترق يا موطني، لو عشت عمري حافية ستظل روحي وامقة ما دمت حيا باقية. كنت أشتغل قصاص زفات والحمد لله قد كنت بعد أشتغل، فالحرب هذه جاءت ركدتنا أو جنبت على جنب بسبب هذه الأوضاع، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا يعني مخرج من هذا الوضع. طبعا لدي في قصائد في الحب في الغزل في كل شيء. طبعا في خلال هذه الأوضاع يعني روحت للبيت أشوف بيت عمي تم النهب، تم نهبه لا أدري ممن، وتم نهب بيتي بيتنا، قلت بيتي وطفولتي بيت عمي تربت فيه وبيتنا تربت فيه، يعني نهب بيتي. زعلت والله اقتارت، فأخذت قلمي فكتبت قلت فيه: نهبوك يا داري العزيز، سرقوا محاسنك الأنيقة، جعلوك مسرح للوليمة، لم يحسبوا لك أي قيمة، قد كسروا الأبواب بحثا عن غنيمة، ونبشوا الدولاب بحثا عن شذر، فلم يلاقوا غير هذه الصور، صور العوائل يا لهم من غجر. وليس وحدك من نهبت يا داري، ولست أدري ما حل بدار جاري، وليس كلهم لصوص يا داري، داري العزيز. الحرب فرقت العوائل، وكثير من تركوا المنازل، طفل وامرأة وعاقل، والنهب عنه من يسائل، فأنا أقول ولا أجامل، أنا ابن أرضي يا جحافل. داري العزيز هم مسلمون لكن بعضهم حقير، نهبوا بيوتا للغني وللفقير، وتراهم مثل البهائم والحمير، يتهافتون إلى الحرام بلا ضمير. وفي الأخير داري العزيز اعطيني منديلا لأمسح دمعتي، واسيني يا داري لترجع بسمتي، فأنت لي مأوى منذ طفولتي، وأنت سكلا لي وأنت محبتي. نهبوك يا داري العزيز، هذه هي معاناتي وهذه هي قصائدي المتواضعة الذي أكتبها، لأننا أو لأنني أحب هذه المدينة، أحب منازلها، أحب شوارعها، أنا تربيت فيها وترعرعت فيها وسأظل فيها إلى أن يفارقني الموت بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه هي تعز، أحبك يا تعز، سأكتب ما دمت حيا، سأكتب عن تعز وسأكتب عن حبي وعن عتابي وعن كل شيء.